بسم الله الرحمن الرحيم. انا زميلكم عضو النادي، اسمي جاسر محمد رياض، وعضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه. عايز اقول لحضراتكم ان الموقف بتاع النادي بتاعنا موقف سليم، ما فيهوش اي غلط. من حقك تحط اللائحة بتاعتك زي ما انت عايز. اللائحة الاسترشادية اللي اللجنة الاولمبية حطاها، اللي احنا كلنا اشتركنا فيها، دي لائحة غير ملزمة. بقول لحضراتكم تاني، غير ملزمة. تقدر تغير، تقدر تعدل، تقدر تعمل اللي انت عايزه. حط لائحتك الكلمة للجمعية العمومية، مش للجنة الأولمبية ولا لأي حد. قول اللي انت عايزه بس اخذ الحق حرفة. بمعنى دلوقتي يعني انا بطالب حضراتكم بحاجتين. الحاجة الاولانية، كلنا لازم نروح وكلنا لازم نقول رأينا، وياريت لو قدرنا نحضر كلنا يوم 25، يبقى الكلام ده خلاص اتقفل، ما فيهوش اي نقاش ولا اي حاجة. لو ما قدرناش نتجمع نفسنا يوم 25، مكره من اخاك لا بطل، هنضطر ان احنا نكمل يوم 26. بعد ان شاء الله، وانا متأكد ان احنا هنقدر نوصل ل 12,000 ونص وال 13 وال 20,000 كمان، لان احنا النادي الاهلي، النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريق، وهنقدر واحنا بنبان في الازمات. بعد ما هيحصل هذا الكلام، اللايحة هتيجي اللجنة الاولمبية. ما هوش رأي فرد ولا اتنين ولا تلاتة، ده مجلس إدارة، ومجلس إدارة لا يا فندم، لا يا فندم، لا يا فندم، ده مجلس إدارة، ومجلس الإدارة هيقول رأيه، وهنقعد وهنتكلم كلنا وهنشوف. وعلى فكرة يعني في أعضاء يعني محترمين جدا في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من النادي الأهلي، وإن شاء الله كل حاجة هتبقى مظبوطة. طيب افرض ما حصلش، وافرض ما اعتمدتش، مش ممكن اللي حضراتكم بتقولوه، الكلام اللي حضراتكم بتقولوه. طيب أكمل 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 حضرتك. افرض ما حصلش، يعني مجلس الإدارة ما اعتمدش هذا الكلام، يبقى أنت من حقك في القوانين وكراجل كنادي كعضو جمعية عمومية وقدمت، والنادي هنا هوت يقدر يرفع القضية لأكثر من اللجنة الأولمبية المصرية، يقدر يطلع لغاية فوق لغاية اللجنة الأولمبية الدولية، يقدر يطلع لغاية الكاس، يقدر يوصل لأبعد من هذا الكلام. أنا أسف على المقاطعة، دقيقة واحدة يا أستاذ. السؤال هل تملك اللجنة الأولمبية المصرية إبطال جمعية عمومية دون سند قانوني؟ أنا ده السؤال اللي نريد الإجابة عليها جاسر بيه. أنا بجاوب بصفة بصفة شخصية، أيوة، بصفة عضو في النادي، أيوة، لا أعتقد هذا، لا تملك. شكرا وشاهد شاهد من أهلها. إيه رأي حضراتكم؟ نتكلم غلط برضو؟ يبقى الكواليس يا ست الوزير فيها ايه؟ يا استاذ هشام حطب، عايزين نعرف الكواليس فيها ايه؟ من غير ما نعمل بالونة اختبار، ومن غير نروح للاعلاميه، ومن غير ما كل يوم نبقى داخلين مداخلات. ادي ندوه، لو البلد بتدور على شفافيه الكلام كان مذاع قدام حضراتكم. لو بتكلموا على ديمقراطيه، النادي الاهلي اللي بدعها. ما اعتقدش مفيش فرقه، مفيش نادي في مصر عمل الاهلي عمله. عمل لائحة سيادة الوزير اداها لجمعيته العمومية. يا هشام يا حطب، الاهلي عمل لائحة اداها لاعضاء جمعيته العمومية عشان يناقشها ويفكر ويشوف فيها اقصاء لاحد زي ما كنتوا بتقولوا ولا لا. طلع الكلام كله بالونة اختبار. النادي الاهلي الوحيد اللي عمل كده، وزع لائحته على اعضاء جمعية العمومية. شارك، عارفين ليه؟ عشان ده الواحدة من أرقى الجمعيات العمومية. أنا النهاردة برمي الكورة في ملعب جمعيتي العمومية، أدخل شارك معايا. شايفين التلاتة اللي قاعدين دول؟ تلاتة. بلاش يا عم الفوتوشوب،
بلاش اللي انت تعمل لي الصوره وشغل اللي انت فاهم في اخراج وفاهم في اعداد وفاهم في في في, في الاذاعه وفاهم في كل حاجه. ارجع لي يا عم، ارجع لي يا عم، ما بحبش اعلق على الكلام الفارغ ده. ماشي. ف من هنا ادي الاستاذ جاسر رياض عضو اللجنه الاولمبيه، ايه راي حضراتكم في كلامه؟ جبت ده شهاده شاهده من اهليها، يبقى تخلى عن النادي بتاعك؟ يبقى ما انت ده ده من ده يبقى النادي الاهلي بيعمل حاجه غلط؟ ده المسانده واجب بعد كلام الراجل ده كمان. يعني مثلا لما جبت لكمش عضو جماعه عموميه بيتكلم فهيقاتل على حق نادي، لا انا ده ما شفناه، لكن ده عضو في اللجنه الاولمبيه وشارك في اللائحه الاسترشاديه وبيقول لك الاهلي بيعمله صح، من حقه يوم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه واسبوع. هو انت فارقه معاك يوم ولا يومين ليه؟ انت عايز تتدخل في الاهلي ليه؟ طب ما تكلمنا بقى خلاص. هل مش عايز اقولها عشان ما يجوش يقولوا بيلقح كلام على حد، هل هنا الانتماء لنادي بيبقى عايز يعمل حاجه تاني؟ انا بس في جمله الحمد لله افتكرتها دلوقتي عشان ما تروحش من دماغي قبل ما افتح موضوع تاني في نفس الموضوع. قوم ايه يلاقوا النادي الاهلي خلاص واخد قراره، والاهلي القوي، فاكرين الاهلي القوي لما بياخد قرارات قويه بتلاقي الدنيا بتنتفض؟ فاكرين ماتش الجونه الاهلي والزمالك الدنيا كلها عايزه الاهلي يلعب في الجونه، الاهلي قال مش رايح، يعني مش رايح، مش انا ساندت كتير، ساعدت كتير، وقفت جنب الدوله كتير، لكن انت بتسلبني من حق من حقوقي. جمهور الاهلي دخل انتفض عشان الحق، جمهور الاهلي دخل انتفض، اعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا في النادي دخلوا وشاركوا، اللي قعد في المدرج قعد، واللي دخل مع الجماهير قعد، نجوم النادي جم حضروا مع الفريق التدريب، لكن في الاول وفي الاخر جماهير الاهلي وقفت جنب ناديها. الكل عارفين ليه؟ عشان بتحب القرارات القويه اللي تخليك انا موجود، كلمه الحق انا الاهلي ما بتخلاش عن حقوقي. فمن هنا حصل الاجتماع والنادي الاهلي خلص اجتماعاته الثلاثه، خرجنا بقصه جديده، الماده ثلاثه والماده مش عارف اتنين ونص والماده واحد ونص، والوزير جري على القناه اياها وراح جاي على القناه الموجوده اللي حضراتكم بتقولوا عليها او اللي انا بقول لحضراتكم عليه. مش دي القصه والسيناريو اللي انتم شايفينه بقاله شهر؟ طب نروح نشوف الفيديو ده عشان لينا تعليق مع حضرتك، اتفضل.